ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. غنديروا النيو غنتفرجوا في المنتخب الوطني المغربي في نهايات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. غنخرجوا للشارع المغربي كما العادة كل إعادة فإفادة باش غنسولهم أشنو غيديروا في المقابلة الأولى ضد تنزانيا وبشحال النتيجة اللي غيربحوا بها. اللي بغات تعرفوا شنو قالوا الناس واش غيربحوا تنزانيا والنتيجة اللي غيربح بها المنتخب الوطني المغربي، أجيو معايا. الفريق المنتخب المغربي غادي يكون ان شاء الله في المستوى، غير مي الوليدات ما يتغروش، لانه ياخذوا بعين الاعتبار تنزانيا راه قويه، ولكن الا تحكموا في المباراه ولعبوا بالحكامه ويتصنتوا الوليد الركراكي يعطيهم تعليمات، راه غادي يوصلوا النتائج اللي بغاو. هما ما يعولوش على بعضياتهم، كل واحد يلعب البوز ديالو، وراه ان شاء الله غايقولوا الكلمه ديالهم والجمهور ديالنا توخ يحاول يشجع المنتخب المغربي ولو باي نتيجه. علاش؟ حيت الى مثلا الى ربحنا بواحد الزيرو ولا ما ربحناش ودزنا على تعادل، راه يقدروا لي كريتيكاج بزاف، كتحطم اللاعب. ولكن الى شجعتيه كما كانت النتيجه غادي يبدعوا وما تحشموناش، وغادي يديروا النيه كما قال لهم وليد الركراكي، وراه غادي يوصلوا للنتيجه. وكنتمنى لهم التوفيق، وشعارنا الله الوطن الملك. صراحة نتمنى من الله يديروا النية، وضروري غادي يربحوا المنتخب ديال تنزانيا إن شاء الله بإذن الله، علاش لا؟ صراحة يستاهلوها. أنا صراحة الله كنتمنى تكون المباراة بثلاثة إن شاء الله. كنظن زياد هما اللعابة كلهم صراحة الله في المستوى، ولكن كنظن هو اللي تبارك الله زايد عليهم شويه. صراحه غنديروا النيه وضروري يكون كاس افريقيا ديالنا ان شاء الله باذن الله. يربحوا 3-0 ان شاء الله. شكون اللي غيماركي في نظر؟ البيت الاول غيماركي زياش، والثاني غيماركي اشرف حكيمي ان شاء الله. غنديروا النيه غنربحوا منتخب تنزانيا ان شاء الله. اللعبة خويا ناضي، فهمتي؟ لعبة كيلعبوا في دوري اوروبا معروفين، يعني يقدر المنتخب الوطني يمشي بعيد في هذه المنافسات. ان شاء الله ان شاء الله غيديروا شي حاجه نيتي، المهم نديروا النيه. وهي اول مقابله ديما في اول منافسه كتكون هي المفتاح ديال كيف ما كنقولوا الاستمراريه ديالك في البطوله، لان انت لا انتصرتي في اول مقابله كتسهل عليك العبور للدور الموالي بواحد النسبه كبيره، لان كتكون هي مفتاح العبور كيف ما كنقولوا، لان هي اللي ما كتخليكش تدخل في الحسابات الضيقه، هي اللي كتخلي عندك واحد المعنويات مرتفعه اللي تخليك تكمل المنافسه بشكل ايجابي، لان هي كيف ما كنقولوا هي كل شيء بمعنى ديال الكره. خصنا نكونوا واعيين والركراكي ما نخافوش عليه في زرع الثقه، وفي كيف ما كنقولوا كيفيق اللعابه في كل منافسه كيفيقهم وكيخليهم يحسوا بنوعيه المنافسه والمستوى ديالها. هذه هي الميزه ديال الركراكي. ان شاء الله احنا مع وليد باش الفرحه تكبر وتزيد ان شاء الله. اخويا كنتفائلوا كل خير ان شاء الله الماتش ديالنا، حيت تبارك الله عندنا دراري تبارك الله عليهم، يعني راه الا بغاو يحيدوا على راسهم وصافي. اخويا المنتخب المغربي وديما مغرب. شحال غتكون النتيجه؟ اخويا اش غنقول لك، شحال غتكون النتيجه؟ نقول لك ديك 2-1 3-1. شكون اللي غيسجل في النظر؟ كاين زياش ياك، كي غيكون حكيمي نيش. شكون تشاز؟ نعطيك هاد الزوج فهمتي؟ وغنقول لك امين عدلي والمهم راه غنديروا النيه، وديما كاينه النيه وغنربحوا منتخب تنزانيا، وان شاء الله كوب دافريك ديال المغرب وما كاينش اللي غيحيد علينا.